السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل اختراع بشاميل بالمكرونة المرمرية، حاجة من الاخر. ايه رأيكم في الجمال؟ سايحة ونايحة كده، بسم الله ما شاء الله، تستاهل بق كل اللي بيتفرج عليها ويحط لي اللايك والاشتراك في القناة. ايه رأيكم؟ لا بجد بسم الله ما شاء الله، حاجة كده من الاخر، اختراع. تعالى نغرف طبق كده ونشوف جمالها. بصوا يا جماعة، بصوا الطراوة، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. لا ما شاء الله، ومقاديرها سهله. بصي انا هحط معلقه سمنه واحط معلقتين دقيق وافضل اشوح فيهم لغايه لما يبداوا ياخدوا لون. احط لهم مكعب مرقه وابدا اضيف اللبن تدريجيا على حسب القوام اللي انا عايزاه، تمام. شويه فلفل اسود وشويه ملح. تركايه حلوه قوي قوي، معلقه واحده بس. اللهم صل على سيدنا محمد. كريمه لباني بتودي البشاميل في حته تانية خالص كده. خلاص انا خلصت اهوت، بقى معايا زي الفل اهو ما شاء الله. ندخل على حاجه تانية. هسلق المكرونه المرمريه كده، ماشي. لا بجد اختراع كده. خلاص يا جماعه المكرونه بتتسلق معايا وبقت زي الفل عندي كده. معلش انا اسفه، الكاميرا انا كنت فاكراها بتصور بس ما صورتش. معايا بقى اللحم المفروم انا عصقتها وحطيت لها معلقتين صلصه وشويه ملح وشويه بهارات وشويه فلفل اسود بس كده. وكده بقى معانا احلى واسهل طريقه. نجيب بقى القالب بتاعنا كده، احط شويه بشاميل كده محترمين من تحت، واجيب المكرونه كده معايا اهو، واسمي الله كده بقى، واحط المفروم واقلب كل ده مع بعضه في قلب بعض كله. على فكره دي طريقه حلوه قوي ان انت تقلبي كل حاجه كده وبعد كده تحطي البشاميل من فوق كده. مفيش حته في الصينيه كلها اصلا ما فيهاش مفروم، تمام اهو يا جماعه. كده بقت زي الفل اهي. حط البشاميل كده، انا حسيت ان البشاميل كان كتير شويه، فاجيب معلقه كده وابدا اعمل له فتحات كده من الجناب بحيث ان البشاميل ينزل تحت وفوق وكل حاجه اهو ما شاء الله. عندي بقى شويه جبنه موزاريلا كده مثلا مع شويه جبنه رومي كده، احطهم على الوش كده، تاكلي احلى بشاميل. بسم الله ما شاء الله. كده خلاص يا حبايبي هدخلها الفرن بقى، اولع من تحت لغايه لما تبدا تغلي من الجناب زي ما انتوا شايفين كده. هقوم طافيه من تحت ومولعه الشوايه تاخد اللون اللي انا عايزاه وابدا اخرجها. طبعا عشان هي البشاميل كلها مستويه ما بتاخدش حاجه، يا دوبك غلوه واحده وشويه وخلاص، وطلعت بقى معانا بالشكل ده. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ ويا ريت لو عجبكم الفيديو تحط اللايك.